الأوكرانية. شكرا لك. أتحول الآن إلى برلين مع مراسلنا من هناك ماكسيم العيسى. ماكسيم، ضعنا في آخر مستجدات الموقف الألماني، لا سيما أيضا ربما إن كان هناك أي معطيات متصلة بما يحكى عن أن التحركات التي تقوم بها إسرائيل هي يعني من أجل فتح حوار أكثر جدية ربما بين موسكو وكييف، هي بمعية ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. نعم نجلاء، هذا صحيح. يعني هي وساطة تحاول هذه الدول أن تحول يعني مجرى المفاوضات إلى بوساطة إسرائيلية، هذا يتوافق عليه الأمريكان ربما إلى حد ما، والألمان والفرنسيين أيضا، وهذا كان واضحا من خلال زيارة شولز العاجلة إلى إسرائيل، وأيضا عندما زاره بنت يوم أمس يوم السبت يعني، وجرى الحديث حول أن الكل متفق على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. هذه الوساطة هي التي يعمل عليها الغرب، ويعني كانت هناك العديد من الأقاويل حول وساطة تركية أو صينية، وهناك العديد من الدول التي حاولت إلى حد ما فتح باب المفاوضات من جديد، لكن يبدو أن الجانب الألماني يرى في الجانب الإسرائيلي أنه هو الأفضل باعتبار يمتلك علاقات جيدة مع الجانب الروسي وبكل تأكيد مع الجانب الأمريكي، وربما تكون هناك قريبا مفاوضات بهذه الوساطة. هذا على الصعيد السياسي بالنسبة للمفاوضات. بالنسبة لموضوع حظر الطيران، وزارة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الوزيرة قالت بأن بلادها ضد حظر الطيران، لأن ذلك سيوقع حلف الناتو في صدام مباشر مع الجانب الروسي، وهذا ما لا يريدونه، خصوصا أنه إن تم ذلك ستتضرر بالدرجة الأولى دول البلطيق، كون أن يعني هي الأقرب بالنسبة لروسيا جغرافيا، وبالتالي هذا أمر مرفوض حاليا عند الجانب الألماني. وطبعا يعني على الصعيد صعيد العقوبات، يعني لا تزال هناك حديث في أروقة السياسة الألمانية حول موضوع قطع إمدادات الغاز، لكن اليوم قبل قليل كان هناك خبر عاجل نجلاء بأن الغاز ارتفع بنسبة تقريبا 60%، الغاز القادم من المورد الهولندي، وبالتالي تضييق موضوع الغاز ربما يكون في الوقت الحالي قرارا صعبا بالنسبة لألمانيا، خصوصا يعني في هذه الظروف والأسعار ترتفع كثيرا، ورغم أن هناك بالفعل مطالبات من المعارضة الألمانية، من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، من أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاغ نوربرت روتكن، وهو سياسي ألماني معروف، يطالب دائما يوميا يكتب تغريدات على التويتر بوقف الغاز الروسي وأن هناك بدائل. هذه النقطة لا تزال الحكومة الألمانية تتحفظ عليها، كون البدائل غير جاهزة في الوقت الحالي لتزويد ألمانيا بالغاز حتى الآن. يعني ربما الوقت راح تحتاج البلاد إلى وقت حتى تتمكن من الحصول على بدائل. النقطة الأخرى أن هناك أيضا سياسيون ألمان يؤيدون نقطة وضع حد لرفع أسعار الغاز في ألمانيا، أنه لا يمكن فتح المجال لترتفع أسعار الغاز إلى ما لا نهاية وإصغاء أسعار الوقود، وهذا طبعا ما قاله ماركو زودر وهو زعيم الاتحاد المسيحي الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وهو أيضا من أحزاب المعارضة، أنه يجب وضع حد لرفع أسعار الوقود، وهذا ما يدرس حاليا لدى وزارة الاقتصاد في ألمانيا. بالنسبة للموضوع الجانب الدفاعي نجلاء، الآن ألمانيا تدرس إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، هذا ما صرحت به وزيرة الدفاع كريستينا لامبريشت، أن الطلب وصل من الجانب الأوكراني رسميا بتزويد أوكرانيا بطائرات قتالية ودبابات طائرات هجومية ودبابات قتالية وأيضا غواصات، وهذا لا يزال قيد الدرس، لم يقرر الألمان إرسال أي شيء حتى الآن، ولكن فهم من تصريح وزيرة الدفاع الألمانية لامبريشت أنه هذا ممكن، بما معناه أن ألمانيا لا تزال منفتحة على موضوع إرسال السلاح. وأيضا أخيرا على الجانب الإنساني، يعني حتى الآن وفق معطيات وزارة الداخلية الألمانية وصل حوالي 28,000 لاجئ من أوكرانيا، والعدد في تزايد مستمر، ووزع هؤلاء اللاجئين على الولايات الألمانية برلين، يعني وصلها أيضا الكثير.
هناك اقبال جماهيري كبير لاستقبال اللاجئين، وهناك تصريح ايضا منذ يوم امس لوزيره الداخليه الالمانيه نانسي فيزر، قالت بانه نحن سنستقبل اللاجئين القادمين من اوكرانيا دون النظر في جوازات سفرهم او هوياتهم او جنسياتهم. هذا حدث طبعا بعدما كانت هناك العديد من الانتقادات حول موضوع التمييز بين اللاجئين على الحدود، وهذا هو رأي الحكومة الألمانية حاليا فيما يتعلق بموضوع اللاجئين. بعد حوالي نصف ساعة نجلاء سيكون هناك مؤتمر صحفي نعم للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، وستكون هناك بالتأكيد معطيات جديدة على كافة الأصعدة. نعم